رد عليه خويه في نفس الثانيه قال ارفع يدك واشر لهم بيجيبونك. انتهى الموضوع. اشر المخرج، المخرج يعرف بيكلمك على الربيز، يعني ما يحتاج انه حمام زاجل، في تقنيه المخرج يشوف المتسابق حيكلمك. متناقض لابعد درجه، موجود هو معنا وبيتكلم، لكن ما زلت اقول واعيد اذا استمريت بفكره انا النجم ستسقط مع اول احتكاك. طيب نواف لو سمحتوا نواف وكل الزملاء اللي مع نواف، اذا احد بيدخل معانا مداخله لا يجيب لي ذا العصا. يا ليت انك توخرها من الشاشه. وخرها من الشاشه، وخرها من الشاشه بكبرها. نواف علي يقول القناه ما كانت في حاجتك وانت كماله عدد. ارد على علي يعني؟ على العلي وعلى علي وكل الكلام اللي سمعته. القناه ما كانت في حاجتي بس دخلت كذا، انا لقيت الباب مفتوح ودخلت، السلام عليكم، بأتسابق معكم، بأخش متسابق وأنا نجم وإن شاء الله أني فاهم الشغلة كلها. مو منطق يا علي، الآن خش في تفاصيل على دورك. نواف لو أنت ما هو منطق ما ذكرت هذا الكلام، وش اللي تبي تنجمون على ظهري؟ بسأل سؤال يا أخي، حتى فكرة حبيبي حتى أحمد الشمري أنت علي لما قال أمس في كلمة في جلسة مع طه نواف يقول ترى بيحاولون يستفزونك. احنا ما نحاول نستفز حبيبي، احنا جالسين ننقل القضايا اللي تصير بينكم كمشاكل او اشياء او احداث. ايه؟ مساله انك تطلع لي على الشاشه تقول لي انا النجم، ترى والله اكل عليه الزمن وشرب، يعني معليش لا نثب على بعض، يعني كلنا بادين من الصفر. خليني اتكلم. طيب ابى اخليك تتكلم بس وش اللي مساله تقول لي والله يوم بينجمون على كتفي انا بنجمكم علموني انا نجم، يعني اسمعني الشباب ما وضع في هالمكان اللي هم اكبر من كذا. اسمعني تمام يا استاذ علي، قل لا اله الا الله. علي اسمع علي، خلاص يلا علي الغامدي، صديقي علي الغامدي. يومين يا طويل العمر جبت اسمي اكثر من مره، قلت صوت صفر، المفروض سامي ما دخله وما ادري ايش. يتكلم محمد منصور يا اخي، رأي كلام رأي محمد منصور، مالك صلاح يا طيب اخي. انا ردي يا اخي، رأي الرجل، ردي الرجل كان على يسمع محمد منصور. يسمع يا اخي اسمعني، الرجل يسمع لفنان معين، ما عجبه صوت الفنان الثاني، غصب الا صوتك يعجبك. رد لازم انا ما قلت تصفقني يا علي الغامدي، ويطرب صوت محمد منصور علي. انا ما قلت تصفقني، انا ابدي وجهه نظر يا اخي. يا اخي في ناس يا اخي في اسمعني، في ناس عندهم راي مثلا في بعض المشدين، هذا شغال تتيون، لا نثب على بعض يعني. عادي عادي جدا، عادي يلا شغل تتيون. نجوم كبار، نجوم كبار من المنشدين لو اجيبهم لك هنا ما غنوا. من هو مثل ما نبدأ كلك مثل، لكن محمد منصور يوم أن يقول نواف طارد على كبدي على كبدي، انا لو ماني ممثل على شخص محمد منصور ما اتكلم الكلام هذا كله. هذا رقم واحد. انت متسابق. رقم اثنين انت متسابق على الشاشه. اسمع هل بأذكر انا احمد رحيم في 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 سكريبت، ايش دخلني فيه يا اخوي؟ اسمعني اذكر متسابق اللي عندي، ايش دخل اللي قبل ولا اللي دخل اللي بعد؟ ما انا اتكلم اللي قبل. اسمعني يا ابن الحلال، اسمع يا نواف، اسمع اسمعني، انا اتكلم عن 25 متسابق على الاحداث اللي تدور في البرنامج. هل بتكلم والله عن سيارة سامي الجعوني ولا زلف تركي موسى؟ وش دخلني في الأشياء؟ أنا أتكلم عن 25 متسابق عن أحداث تدور في البرنامج. لما تجيني بهالمنطق تقول لي بنجمون على ظهري، لا كل اللي هنا نجوم ولا أنا كلامي لمحمد منصور. أعطيك حبيبي في برامج سابقة سفهنا متسابقين 90 يوم ولا ذكرناهم على لسنتنا، وأقسم بالله ما جبنا سيرتهم ولا نشوفهم شيء، ونقدر نسوي كذا بس من المهنية ما نسويها في برامج حالية. معليش اما تجيني تقول لي والله هم بينجمون على ظهري، انا بنجم على ظهري. لا 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 علي 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 لو صدقني صدقني، لو ما لي تاثير. أيوه لو ما لي تاثير ما جبتني في حلقتين من قبل امس. ما لها دخل، اذا انت مخطي بجيبك يا حبيبي، اذا انت مخطي بجيبك، ما انا دخل لي تاثير. وش التاثير اللي فيه عشان استضافك وكان كل شخص ذكرت اسمه من غير السوق والباقي؟ والله عشان تدري ما عندك تاثير. الشيء الثاني انا اسمعني اسمع اسمع بالحلال اسمع، اصلا عشان تدري من سخف انه ما في محاور عندك كم عدد مشتركين في السناب. وصلت المرحله ما عندك محتوى. هذا من الاعداد يا حبيبي، هذا من الاعداد اللي يدريك يا علي الغامدي. انت ما اصل الحلقه لو ما شدت انتباهك ما تابعتها كامل. نواف طارد كم لك في الانشاد؟ 4 سنوات او 5. كم لك عمل فني؟ واجد. كم لك عمل؟ ما في شيء اسمه واجد. ما حسبت، احسب اعمالي الحين. انا احسب لك اياها، خذ مع محمد منصور، خليني احسب لك اياها. كلها دوتو مع شبل الدواسر. لي اعمال مع شبل الدواسر ومع اتكلم اعمال سنجل. دقيقه اتكلم اعمال سنجل لك. لا واحد عمل سنجل لك انت. لي اعمال ادخل على اليوتيوب. سجل عمله مزكم، شوف بس والله هو مزكم، قسم بالله انه مزكم. شوفوا عمل واحد والله كذا والله. ايش يقول محمد منصور؟ محمد منصور طارد يقول ادري اذا علي خلص انه راح يساعدك على انجلترا بعد البرنامج. ممكن شوي بس تفضل. لا يقطعني ها.
اي اذا قاطعني يسحبك في الحق تعطيه قول. نواف طارد طبعا يدعي الانشاد، فوالله انه بعيد عنا كل البعد. اول شيء حنا هنا نخاف الله، الله الله لا يبلانا، الله لا ينزل علينا يعني عقوبة الناس اللي طلعوا ودخل بدالهم نواف طارد. نواف طارد قصة قديمة علي يعرفها من 4 أو 5 سنين، الرجل في كل مناسبة يجينا يصور معنا ونعطيه شوي، يعني دائما سبحان الله دائما يقال ان شو اسمه الجريء دائما فاشل ما عنده سالفة، دائما الرجل الخجول هو المبدع. هذا الرجل كان يعني يدعي اني انا كنت فانز له، فانز في اي مجال بالضبط، انت ولا لك اي مجال، الانشاد دخيل عليه والله العظيم. انه بذكر لكم سالفة نواف بالضبط. نواف جانا قبل متسابق في رصيد 8، انا وعلي كنا نقاد، جانا اسمه والله اللي ما يعبد سواه، يعني الرجل يحمد رب انه ما كمل بنا في التصفيات، ان اول واحد قلنا اكس على طول ما راح يدخل ولا نفكر، جايب واسطه طبعا هو في سؤال نواف، نواف بس سؤال وجاوب. انت ارسلت مقطع للبرنامج عشان تسجل؟ طيب ليش سؤال دي؟ سؤال بس جاوب على ذا السؤال بعدين بعطيك تكمل. لا لا دقائق اسمع، اول شيء انت ليش قلت اسكت؟ لا 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 تتكلم خلاص خلاص، خلني بكمل خلني بكمل. يلا تكلم. لو انا 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 في الشخص انا ما ادخل رجل، انا اتكلم هنا الرجال ما نتكلم فيهم في رؤوسهم ابدا، احنا نتكلم على افعال ولا نشخصنها معهم. مسألة انك امس بتقليدك لي بطريقة سخيفة على الهواء، انا ما اسمح لك ابدا، وانت بتكررها انا اتكلم كذا بطريقة، ايش الكلام الفاضي هذا؟ انت جاي تطلعينك على الشاشة ومطلعين ناس مبدعين، واخر شيء نخرج مثال نواف، رجل رجل مو صادق في موهبته يا اخي، ادنات شيء يا اخي. اذا كان اذا كان صوت نواف بن طارد اعجب سامي الجعوني ولا اعجب تركي الدوسري ولا اعجب علي بن روية ولا اللجنة اللي كانت موجودة اللي طبعا ما جلس قدامهم، بيقول منشد بيقول له انشد يا رجل. انا منزل مقطع في اليوتيوب، شوف في التويتر شوفوه، غنى في المطبخ قسم بجلال الله، انا احسن، انا اعطي مواويل احسن. الرجل هذا فارغ، لا هو ولا خالد السهلي اللي معه. في النهاية احنا قاعدين نصدر دقيقة، في النهاية انت يا 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 شو اسمك يا مورينهو او يا كريستيانو يلي على ظهرك، انت ما تدري ان دائما في كل اللقاءات وفي كل الفقرات البداية تبدا من الضعيف. انت كنت ضعيف في امام ابو كاتم دائما، ابو كاتم ما ابغى يطلع عليك، ابو كاتم داخل الناس الكبارية الى الى النص الى لما التوب المشاهدات. انت رجل ما عندك اي شيء، انا في النهايه ما كنت بقص عليك، لكن هو وخالد السهلي دائما سبحان الله ابو يارا. دقيقه خليني اكمل، دائما ابو يارا ترى الشكل مو كل شيء، الشكل مو كل شيء، الشكل نجح معك مع فارس البشيري يا ابو يارا، نجح معك مع غازي المطيري، نجح معك مع كذا شخصيه، بس في النهايه هذول فارغين جدا. الرجل اللي جنبه خالد السهلي يقول انا احفظ شعر بس، يعني سالنا وش مهمتك؟ قال احفظ شعر متذوق. ابوي ترى مين فطاير هي يا حبيبي، اقسم فأنتم بالله اشكال أقسم فقط بالله انتم ديكور فقط ديكور. انا اطالب كلا. انا اطالب كبارية النسخه اللي هو محمد ناصر، حاط اسامي انا محمد ناصر وليد. على وليد على خلف على القرقاح على يا اخواني، هذول لا يتصدرون عليكم، هذول في اخر الطابور المفروض لا يجون قدام. لا يجي امس طالع الرجل دخل على جلسات العيال، دخل عليهم كذا يطب لا 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 يتكلم، قسم بالله ابو منصور قسم فيصل فيصل الدوسري ضغطك يا ابو منصور ضغطك، والله يقول كذا انه شان وجهه يدخل عليهم ويخرب بثاره. يا اخي ما لهم دخلهم فينا ولا فيك، رح سولف ريلاكس تكفى تكفى، لا ينطلق عرق لا ينطلق عرق معك يا ابو منصور. في النهايه تركي اذا جو اذا جو العيال وقالوا لهم يا ولد اسكت خلنا نسولف، يجون العيال هم صح اللي غلط اللي يكسرون في الناس. يا اخي امثال نواف وامثال خالد اكسروا فيهم بيض الله وجيهكم. صح نواف يرجع نواف دقيقة يا ليت انك بس تصدق في القول لما تقول انه الحلقتين تكلمتوا علي وانت امس عند الباب ما خليتني يطلع لي ساعة تقول جيبوني عشان ارد، ولا اتوقع انك تنكرها صح؟ ما تنكرها. طيب دقيقة تنكرها ولا لا؟ بتكلم معك تنكرها ولا لا؟ لا خليني اتكلم معك، ما يصير تنكرها وقول الفقرة هذه تنكرها او لا؟ بتكلم معك وبعلم تنكرها او لا؟ بتكلم معك وبعلم. لا 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 اسمع، لا 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 ما راح تروح للخطوة الثانية الا انا لما سألتك. واضح اني مثر عليكم، واضح اني اثرت عليكم، عشان كذا قلت خليني اجيب نواف. انت 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 اللي طلبت انك تكون موجود، عطني عطني ردك، عطني ردك تفضل. الله يبيض وجه بس اذا يذكر علي، وعلي ترى مشاهد، الله يذكر محسن بن تركي وهاني، الله يذكرهم بالخير، الله يذكرهم بالخير اللي دخلك الاعلام، والله العظيم انك دخيل على كل شيء. محسن بن تركي ابن عمي، اسمع محسن بن تركي ابن عمي، والله يبيض وجهه هو اللي دخلك زد رصيدك. طيب دقيقه دقيقه ابو منصور، عطني ردك عطني ردك وفانزي حبيبي، عطني ردك عطني ردك عطني ردك عطني ردك ايش تبي؟ عطني ردك ايش تبي؟ ما عندك رد؟
من اي ناحيه؟ ما عند كل النواحي. ردي على محمد منصور ولا ردك على الكلام اللي صار، في رد ولا ما في رد؟ لا انا اكتشفت خلص. للامانه يعني ايه؟ وجهه نظري، تبي تقتنع معي ولا بكيف؟ طيب حلو، وجهه نظري انا لو ماني مؤثر على فقراتكم امس ايه؟ وتكلمت والله العظيم ما تقول تعال قعدنا وتكلم. طيب سؤال، طيب سؤال سؤال، ليش اربع طب سؤال 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 ليش في اربع جلسات تكلمت عن بدون تحيز؟ عشان للأمانة هم أعطيكم 3/10 من الآن. أنا ليش في أربع جلسات؟ جاوبني، لو ما الموضوع مشغل بالك وأنت يعني جلستين، الجلسة اللي أربع جلسات لا لا لا, لا, لا والجلسة اللي اليوم الظهر أربع جلسات. طلعت أمس من الفقرة رحت الهنجر وتكلمت مع الكاميرا، طلعت مع خالد وتكلمت، وجبت ضاري وتكلمت. أمس بطلبك أنت قلت ليش ما تجيبوني أرد، فكان هذا ردك. يعطيك العافية. أكبر عليك. اسمع. شكرا. ضغطك لا يرتفع والنسخة لن تسقط نهائيا. ما في. ما أعطيتني شيء. ما أعطيتني شيء. اقطع. يلا اقطع. اقطع عليك. تدري إيش مشكلة نواف؟